هذه السورة أي سورة الفاتحة تسمى بأسماء، من أسمائها سورة الفاتحة. لماذا تسمى بهذا الاسم؟ سميت بالفاتحة لماذا؟ افتتح بها المصحف، يفتتح بها المصلي الصلاة، يفتتح بها الخطباء. الخطيب الآن عندما يصعد ويخطب يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. نعم، كذلك إن الحمد لله قريب من سورة الفاتحة. وتسمى أم الكتاب، أم القرآن. ما معنى هذا؟ كل ما في القرآن موجود في هذه السورة. التوحيد، التحذير من الشرك، وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، والسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الجنة، النار، الإسلام، الإيمان، الإحسان، التحذير من الضلال، التحذير من مشابهة المشركين، التحذير من الفرق الضالة، الاجتماع وعدم الفرقة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم، الجمع بين الشرع والقدر، كل ما في القرآن في هذه السورة. ولهذا تسمى أم القرآن، أم الكتاب. السبع المثاني، لأن من سبع آيات. والصحيح أن البسملة ليست من الفاتحة. الدليل أن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم، لا، الحمد لله رب العالمين. وفي حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. نعم، تسمى أيضا بماذا؟ تسمى الرقية. قال: وما يدريك أنها رقية. وتسمى الصلاة كما ذكرنا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين.